السلام عليكم. شو بيردي زاد، رانا ولينا فانيك ورانا معاكم، ومازلنا نتكلموا الحقيقة لهذو الناس، الناس اللي راهم داسين هذه الحقيقة، هذه الحقيقة المرة، حقيقة المرة، ولازم يعرفها الشعب الجزائري. خاطش علاه ماشي باغي نسكت على هذا الناس؟ هذو قلعوا لنا حاجة اللي تفرحنا، حاجة اللي تنسينا على همومها. تروح للسطاد، تروح للسطاد من الصباح وانت تديفولي، تزيد تربح، تجي 300 كيلومتر، تجي فرحان، تلقى داركم فرحان، تصبح فرحان، تخدم المورال. احنا الفاليوم تاعي، انا واحد من الناس، الفاليوم تاعي كرة القدم والفريق الوطني الجزائري. الفاليوم تاعي كرة القدم، كرة القدم والفريق الوطني الجزائري. وقبل لا ندخلوا في الموضوع، نعطي معلومة للشعب الجزائري. هذا زاتي حقر بعض الفرق الوطنية، القسم الأول والقسم الثاني، وباغي يدير انقلاب على الرجل اللي راه يمشي البطولة الجزائرية. أما الفرق تاع القسم الأول والقسم الثاني رايحين يديروا إضراب، رايحين يديروا اضراب. وهذا الناس اللي بيديروا انقلاب على السي قرباش، ما تهمهم لا كرة القدم، ما تهمهم لا التسيير، ما تهمهم لا لعب محلي، ما يهمهم ولا شيء، ما يهمهم ولا شيء، يهمهم البيلون تاع مارس كيفاش يفوتوه. راهم يخموا في البيلون باش يفوتوه، الملف تاع البيلون تاع المحاسبة كيفاش يفوتوه. لازم يقلعوا الحاج، لازم يقلعوا سي قرباج، لازم يقلعوا منه، يقلعوا منه ويقلعوا منه، يخووا الأرض المحروقة ويفوتوا. احنا على بالنا كاكم تخدموا، وعلى بالي أنا كاكم تخدموا، على هذيك ماشي باغي نسكت عليكم، خاطش هذه حاجة تخصنا كاع حنا الجزائريين. حاجة هذه اللي كانت مطلعتنا الدرابو، حاجة هذه اللي كانت مطلعتنا المورال. على 2014 ما زادوناش، زادوا في ليستون، زادوا في لونتي، زادوا بصح قلنا كوب دي موند، كوب دي بصح السنة رانا نشوفو غير، رانا خايفين، مش انا خايفين، رانا خايفين غير من لونتي يطلع، ورانا خايفين غير من البطاطا تطلع. ونزيدوا فانيك على هاد الناس للفضائح تاوحو ما يكملوش، وهذا الامر، هذا الامر اللي دوخه حتى الناس في المحكمه الرياضيه وريسانهم داخل، قال لك هذا بريزيدون فيديراسيون، هذا اللي داره، هذا اللي دار هذا العقد مع هذا المدرب، هذا ماشي رئيس فيديراسيون، هذا توصو تعطيه كاع الاوصاف تاع الفاشل، الا رئيس فيدراسيون اللي ما يجيش. ونزيد امام هذا الامر الواقع والمثير للدهشه والسخريه، في الان واحد من باب انه من غير المعقول منح مدرب فاشل كل هذه المبالغ والمنحه بالمقابل نصف المبلغ تقريبا في حال نجاحه في تحقيق الهدف المسطر. ثم ان خير الدين زاتي لم يعرف تماما كيف يسير هذا الملف، ولا حتى التفاوض مع المدرب الإسباني، حيث وبغض النظر عن انفراده بقرار التعاقد معه، فقد قام بتحطيم حقوق الاتحادية ومنح مدربه ما سموه كاع، سموه كيما بغيتو، سموه الانوش تاعو، سموه ننوش تاعو، سموه ميميش تاعو، سموه بيبيش تاعو، كاع سموه كاع الابصار. منح مدربه المدلل هدية ثمينة دون ان يقدر العواقب الوخيمة التي ستنجر عن هذه الامور، حيث سيكلف إقالة الكراس. خاص ميراني نقول إقالة، مازال ما دلوش إقالة، باش نتفاهمو،
ونعاودها لكم، وانا راني كيما يقول لك راني عارف واش راني نهضر. وهذو الصحافه كاع على بالهم، وهذو القنوات كاع على بالهم، الناس كاع على بالها، ماشي انا على بالي، كاع الناس على بالهم باللي الكراس مازال ما اقيلاش، مازال ما فسخش العقد تاعو. ما يهفوكمش يقولوا لكم باللي هذيك العقليه تاع او راه يتريني في اسبانيا، واه يتريني في اسبانيا، انا تكون خدام عندي، نقول لك روح ونعطيك الشيك، نقول لك باقي تاني ياك تشوف الشيك مسني قاضي ماضي اش راك تاني، بصح غير روح، بصح الشيك من بعد نعطوك دراهمك ها، باش ما باش ما يغلطوناش، ما يقولكش بلي ها راه يتريني في اسبانيا تما الدراهم شي سنه. لا زغرت التعليك امك قالت الكلب ستنجر عن هذه الامور حيث نعاودوا دون أن يقدر العواقب الوخيمة التي ستنجر عن هذه الأمور، حيث سيكلف إقالة الكراس الفاب حوالي هذه في الأولى 21 مليار في الأولى، في الأولى ضربك على بالكم شحال راهي، راهي 120 مليار وما زالت قابلة للارتفاع، خاطش حطوها لهم يرسلوا لهم الفاكس قالوا لهم 120 مليار وقابلة للارتفاع، راهي قابلة للارتفاع كون ما يزيدوش يخلصوه. في سابقة تاريخية للفاب منذ نشأتها، إضافة إلى أن التغيير نظام المنافسة في الدور النهائي للكان ورفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخب بدل من 16 يضمن للخوض التأهل بكل سهولة، وبالتالي كان من المفروض مراجعة عقد بعد صدور هذا التغيير، وهو الأمر الذي لم يقم به الفتى الذهبي صاحب المدرسة لاماسيا، وكشفت المحكمة بأن عقد الكراس سوف ينتهي مع نهاية كأس أمم إفريقيا يوم 2019. رسلت لهم قالت لهم باللي مازال العقد تاعو يمشي، ولكن لم يحدد التاريخ بالدقه، خاطش عليه هذه رانا نعطوكم فيها، مازال ما كشفوش كلش، توالي داير لهم من 2020 يا ولا 2022 بدقه. والخطأ الاخر من زاتشي ويعني هذا بأن الفاف مطالبة بمنح المدرب الإسباني أمواله إلى آخر سنتيم، وطلب والمحكمة طلبت الاتحادية تزاتشي صاحب المدرسة تاع لاماسيا باش يمنح الأموال كاملة إلى آخر سنتيم من أمواله، يعطيهم له كاع ولا غادي تجينا العقوبه كيما من قلعوا سي بوال بالعباس، حنا راهي عندنا 3 بوا كاليفيكاسيون تاع الكوب دافريكا، انا ماني نقول لكم باللي غادي كاليفو 24 وما نروحوش، راني عارف روحي شتراني نهدر، انا مانيش نهدر لك على اليوم، راني نهدر لك على اكتوبر الجاي، على نوفمبر الجاي، نوفمبر هذا فات، راني نهدر على نوفمبر الجاي، هذو بالعاني هذو قاع يوخروا ويخلوا الفساد موراهم، هذو صح اللي يخلوا الفساد، خاطش هما كانوا يتكلموا شي يقول لك احنا ما جيناش لنا الفساد، هما لا صابوا الدراهم، صابوا اللعابه، صابوا سيدي موسى، صابوا كلش كاين، صابوا 75 لوطو تاع المؤسسه تاع سيدي موسى، تابع المؤسسه تاع سيدي موسى، وين راهم دوك الوطن قاع كولاو وقاع راهم قاريين، الجامع بلعوه، التأذان مكاش في سيدي موسى، طردوا الإمام، قالوا له ماشي حنا كنا نخلصوك، كان يخلصك الحجرة وروا، الحجرة وروا راح، حنا ما نخلصوكش، طردوا الإمام اللي كان يأذن، ها شو ربي ماشي ساهلة، ودو ماشي ساهلة ودو ساهلة ولا، تقلعت الأذان تاع ربي الله أكبر الله أكبر، روح تقلعته، ماشي عيب عليك، ها ربي هذا، إن الله حق ويحب الحق ويوقف مع الحق، إذا رأيتم ظالم مستمر في ظلمه
في النهاية تاعو محتومة. وإلا شفتو واحد مظلوم ومستمر في محاربة الظلم، فماك نعرفه بأن النصر تاعو محتوم. إن الله حق ويحب الحق ويوقف مع الحق. هذه الحاجة اللي دايرها في راسي أنا. أموالي الآخر سنتيم وفي حال رفض التفاوض حول الصيغة الوضعية التفاوض بالتراضي لفسخ العقد بأن الطرفين كما ما دلهش ما سنيالهش باللي باش يروح يفسخ العقد بطريقة كما يقول لك بطريقة عفوية وبالتراضي وكلش، فهم؟ في العقد هذه مكاش. كما غفل زاتشي عن إضافة أمر آخر هام في البنود العقد، وهو منح مهمة التدريب المنتخب المحلي لألكاراس الذي أشرف بالفعل على هذا المنتخب وتسبب في إقصائه من التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا 2018 بخطأ مشترك بينه وبين الفاف التي لم تكلف نفسها عناء بتعيين مدرب محلي للقيام بهذه المهمة وكذلك اختيار لاعبين المناسبين لذلك. وإن كشف عدم احترام الكاراس لعقده مع الفاف، هذه قامت ما تكلموش عليها وما دونوهاش. علاه الكاراس كيتهموا معه لازم يقعد هنا 15 يوم في الشهر، يقعد 15 يوم في يدور على اللاعبين المحليين، في يدير دورات، في يتلاقى مع المدربين. هذه فانيك كاع مكاشي. شو وين وصلنا؟ راه قاضبكم من قاضبكم كي الفرد. شت حنا عندنا كي يقول لك الفرد مين نبغوا نراخروه من لا نقضبوه من نيفه. قاضبكم من يوفاتكم ما يجر فيكم كيما يبغي. اما لا، انا مي قلت لكم لو 20 مارس كي شت وعرفت باللي طفرت، قلت لكم يا الشعب الجزائري كل يوم قارعوا الفضيحه، كل يوم قارعوا الاغنيه جديده. من الحيط جات من 20 مارس وحنا كل يوم فضيحه. النهار اللي نبغي نريح نبغي نرقد، نقول نرقد بكري صايك نلها شويه فضيحه. فيعني نهضر ومن بعد يقول لك علاك تهدر اسكت يا ودي. نهدر حتى الله دنيير مينيت. وتحيه ولاد الجزائر، وتحيه ولاد الجزائر اللي هنا، وتحيه ولاد الجزائر اللي في الخارج. هذه هي ونهديها كاع ولاد الجزائر. ونطلب الناس الفيسبوك والناس اليوتيوب السكات مكاش راهو مسرعه خليش يفطن. هذه هي تحيه الجزائر.